تقول جاءت للعمرة وأدت المناسك، لكن الزوج يحضر الطعام والشراب فقط ولا يعطيها أي نقود، فهل يلزم الزوج أن يعطي الزوجة نقودا غير الطعام والشراب؟ إذا قام بالطعام والشراب والكسوة قد أدى ما عليه، فهو لازم يعطيها نقود. يجب عليه أن يؤمن لها الطعام ويؤمن لها الشراب ويؤمن لها الكسوة ويؤمن لها المسكن، فإذا أمن هذه الأشياء فليس بلازم أن يعطيها دراهم. وإن أراد أن يعوضها دراهم عن هذه الأمور ورضيت هي بذلك فلا بأس. نعم.